دلوقتي هنروح لليندا ومعاها مجموعة من الأخبار الرياضية في مصر وبرا مصر. تفضلي ليندا. شكرا يا شاذلي، بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. هنبتدي نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي حقق فوز مهم على فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال11 من مسابقة الدوري المصري. بالنتيجة دي وصل الأهلي للنقطة ال25 في صدارة الدوري رغم أن عنده مباريات مؤجلة. وقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع. وتعادل فريق الإسماعيلي مع مصر المقصة بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد الكلية الحربية في القاهرة في الجولة ال11 من مسابقة الدوري. بالنتيجة دي رفع الإسماعيلي رصيده ل4 نقاط في المركز الأخير، ومصر المقصة أصبح رصيده 9 نقاط في المركز ال15. فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على منتخب جامبيا بنتيجة 57-11 في ثالث مواجهاته ببطولة إفريقيا اللي بتتلعب في غينيا في نسختها 17، وبكده بيتأهل لبطولة العالم بجورجيا. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك. شكرا لك.